اهلا بيكم متابعي تلفزيون يوم السبع في كل مكان. احنا دلوقتي عند عمي ابراهيم التوفي، لايف جديد هكون فيه انا محمد محسوب ومعايا زميلتي رحمه خليفه من المطريه. عم ابراهيم التوفي صاحب محل جملي وهو املي اللي اختفى الفتره اللي فاتت، هيكون معانا ويحكي لنا هو بيعمل ايه الفتره دي. اهلا بيك عم ابراهيم. اهلا بيك يا استاذ محمد. الله يخليك، اليوم السابع كله منورنا وانا بحب اليوم السابع والناس اللي فيه. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك يا باشا. بتعمل ايه دلوقتي يا عم ابراهيم؟ بقى خلصت شهاده الصحيه وبخلص ورقي وامشي كويس، وربنا واقف جنبي بالناس كلها، بدعاء الناس ربنا كرمني. انت بتعمل ايه بقى في المحل؟ بعمل سيراميك وبعمل كل حاجه حلوه، وانا واقف حلو قدام الناس، وانا بحب الناس ما بكرهش حد. ما بكرهش حد. واللي اذاني ربنا يأذيه. ربنا ما يأذيش حد يا رب. يا رب. ربنا يخليك يا باشا. ايه بعد ما تفتح بقى السندوتش هيفضل بخمسه جنيه يا ابراهيم؟ اهو نصيبه بقى، وانا هرفع بقى انزل انا ونصيبي. برضك ماشي مع ناس الغلابه وربنا اللي ماشيها بشان. يعني انت هتخلي السندوتش بخمسه جنيه؟ لا زي ما هو، وهي ماشيه ببركه ربنا مش بركتها انا. وزباينك دلوقتي بيقول لك يا ابراهيم؟ زباينك كلها زعلانه عليا والناس كلها بتدعي لي والله يا استاذ محمد. يجي لك ناس؟ ملايين بتبوس فيا ويعيطوا عليا، كلش انا حاجه كبيره قوي عندهم عند ربنا برضه. الناس طلعت بتحبك يا عم. اه والله الناس كلها زعلانه عليا والله يا استاذ محمد، والناس كلها بتدعي لي. تقول ايه بقى للناس بقى يا ابراهيم؟ اقول للناس اشكركم وبحب المصريين وبحب الناس كلها وما بكرهش حد. طب تقول ايه بقى للناس اللي مستنيه اكلك بقى؟ ان شاء الله هحط لهم كالونيا برضه. انا صحيح الكالونيا دي يا عم ابراهيم؟ اه والله بالهزار والحب كده يا استاذ محمد. هي توابل في الاساس ولا لا؟ ولا بعمل كده على الهوا، هم فاكرينها كالونيا وربنا ماشيها برضه بالحب وبالهزار كده، مش قصدي اي حاجه والله. بالحب وبالهزار. اه طبعا. انت اهلك بقى دلوقتي بيقولوا لك ايه بقى؟ والدتك بقى؟ والدتي بتدعي لي وعماله تعيط وعيانه بسبب ربنا. ليه بس؟ هي بتحبني وانا ما اخدش واطلع عليهم، وانا براضي كل دوت وربنا بيراضيني برضه. واختي واخواتي وعيال اربع صبيان، اخواتي كبار وصغيرين، كل واحد بقى شايل هم، وربنا موقف ولاد الخير زيك كده وقفوا معايا وخلصت كل حاجه. ربنا يرزقك. ربنا يسترها معاك يا استاذ محمد. المنبار بقى مش لا بتعمل لك؟ اه بتعمل لي، بس دلوقتي مريحه بقى نيجي الشغل تاني. انت خليتني تاخد راحه شويه. ايه الشغل التاني بقى؟ انا ماشي بقى دلوقتي بورقي وماشي مظبوط، وانا اللي يقولوا عليه الناس كويسه اعمله، عشان ابقى امشي وسط الناس وابقى محترم زي ما الناس محترمه. انا محترم وكل حاجه، بس هي جت كده والله لوحدي، وانا عمري ما اذيت حد يا استاذ محمد. انت ركبت سيراميك ولا؟ بركب السيراميك. كام السيراميك؟ والله اهل الخير اللي جابوا لي والله يا استاذ محمد. اهل الخير؟ اه وربنا. الناس واقفه جنبك؟ اه والله الناس كلها واقفه جنبك. والاسمنت؟ والاسمنت واقف زيك جابوا لي، وربنا ماشيها معايا عشان انا طيب، بس كل حاجه جت من عند ربنا والله يا استاذ محمد. والاسمنت يا عم ابراهيم؟ والاسمنت واحد من المنصوره جابوا لي والله. جابوا لك كده؟ اه والله جابوا لي في العربيه وجاي الاوضه هنا ونزلوا لي واقف معايا كمان. جابوا لك لحد هنا؟ اه كان زبون عندي. اه وواحد جاب لي يافطه وواحد جاب لي السيراميك، والناس كلها اهل الخير واقفين معايا. هوبا جيت جاي. هوبا جاي جاي يا احمد، قلت لك جاي ولا حاجه مصور. هوبا جيت. اه والله من عند ربنا، وربنا محنن قلب الناس عليا. ربنا يحبب الناس فيك. ربنا يخليك يا استاذ محمد، انا بحبك يا استاذ محمد. انت وجهت رساله للناس بقى اللي بتاكل عندك بقى؟ اه قلت لهم، الناس كلها بقى تقول في اللايكات اللي انا ما بعملش حاجه وماشي كويس، والناس كلها بتحبني، وبقى لي 10 سنين عمر ما حد اشتكى مني مره، وعمر ما زعلت اي حد، ولا عمري كشرت بوس حد. اللي معاه بديله واللي معهوش بديله، وماشيه ببركه ربنا. هترجع للجزاره تاني بقى ولا هتفضل؟ لا جزار لا، انا شغال كده كنت باكل منها عيالي ورودا. شغال ايه؟ شويه سنين كده بقى اصرف منهم انا وعيالي ومية مية. اه حلو قوي. رودا ونعمه من عند ربنا. ربنا يرزقك. ربنا يخليك يا باشا. هتزود حاجات بقى في القايمه بتاعتك بتاعت الاكل؟ لا هي زي ما هي. زي ما هي الناس غلبوا احنا غلبها يا باشا. مش هتدخل رز بقى حمام محشي؟ اه ربنا يوسع عليا وابقى زي ابو خاطر كده زي شاكر. والناس كلها على راسي، انا بحب الناس كلها زيي وعمري ما كرهت حد. الناس اللي بتعلق دلوقتي وبتقول لك اه عم ابراهيم وحشنا، عم ابراهيم قد عمرك. اه هريني لو قفلت التليفون. الحمد لله على السلامه، الحمد لله على السلامه، الحمد لله. دماغي ضربت وانا ما بقدرش اكسب حد، بتكسب اكسب حد. واي حد بيجي زي ما انت شايف، كل الناس بتبص على الصوره بتحبني. الناس كلها بتحبني بفضل ربنا، وانا بحب الناس بدل ما انا شايف اطفال صغيره هم دول بياكلوا عندي ببلاش. اسالهم كده، باخد منك فلوس يا علي؟ باخد منك فلوس؟ اهو قولوا كده. باخد منك فلوس يعمل بايدك؟ لا والله. باخد منك فلوس يا محمد؟ باخد منك فلوس يا كابتن؟ اهو ده ابن ناس جنبنا معهوش جنيه في جيبه، وهريني سلطه ببلاش والله. بس مش هعمل ايه؟ ماشي بركة ربنا وربنا، أو ربنا بعت لي واحد زيك عشان ربنا اللي عالم بيه. ربنا يرزقك يا عم. ربنا يخليك. أشكر اسمها إيه؟ أستاذة رحمة. أستاذة رحمة خير عليا وأختي.
وانت اخويا يا محمد معصوم على دماغي. ربنا يرزقك يا رب. ربنا يستر عليك ويوسع عليك. ربنا يرزقك. انت حبيبي. تقول بقى ايه بقى للناس اللي هي شغاله تعليقات دي عماله تقول لك عم ابراهيم؟ انا بشكر مصر كلها وتحيا مصر، تحيا مصر. مصر هي بلد. حلو كده؟ وانا حبيبك برضه. حبيبي وسط. ربنا ياخدك جمل يا املي. الجمل هو املي وان شاء الله جمل صاحي لغايه ما اموت. التوخي كام واحد؟ التوخي واحد بس. والتمساح المصري. بحب الناس كلها ما باكلش حد. حبيبي يا فاشل. ربنا يوفقك يا عم. ربنا يخليك يا باشا.